فالموضوع كي اللي يجي يقول لك وفي المنت كلمه قلنا الشباب وسائل ثبات صافي راه هادشي راه واضح. لا شي ما واضحش، وكون كان هادشي واضح كان راه يكون واضح لابينا ادم الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه امورا لم يطلع عليها ملائكته المقربين واسكنه في جنته ووسع عليه في دائره المباح، اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما، وضيق له من رحمته ضيق له دائره الحرام. دائره الحرام هي اضيق دائره في الاحكام كلها، وضيق دائره الحرام. ووسط هذا كله كان يكفي شيء من وسوسه الشيطان ان تلتقي مع لحظه غفله من ادم ليقع في محظور كلنا الان يستغرب كيف وقع هذا النبي، طبعا قبل ان يجتبيه ربه عز وجل، كيف يقع هذا الانسان الذي أعطيت له هذه الظروف وهيئت له هذه الأمور كلها كيف يقع في هذا الخطأ. يعني يستغرب فعلا، يستغرب الإنسان. احنا راه ماشي غنقولوا بعضكم يستغرب كيف أن الناس كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد نظرت إلى صفحة وجهه الشريف وكانت في مكة ومهبط الوحي وشافوا معجزات وأنكروا، كيف لا يقبل الناس هذا؟ أقول لك غفل آدم وعصى ربه عليه السلام، غفل آدم عليه السلام وعصى ربه كما سطر ذلك القرآن الكريم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يعني جات الاجتباء والاصطفاء باش نعرفوا ريوسنا احنا شنو تابعنا. تابعنا غفلة، وتابعنا الشيطان، وتابعنا نفس أمارة بالسوء، وتابعنا أعداء للدين، وتابعنا مجموعة من الأمور. هذه المرحلة الأولى لخلقة آدم عليه السلام إنما كانت مرحلة إعدادية لآدم حتى يعلم نسله بعد ذلك الذي سوف تغرز فيه نفس الفطرة، وستغرز فيه نفس نوازع الشر، وستغرز فيه نفس نوازع الخير، حتى تعلم سلالته بعد ذلك لهم احنا، حتى يعلم أن أصل الانحراف ها هو، وأن أصل الثبات على الصراط ها هو. لكننا سنحتاج دائما لهذا التذكير. المنطق المادي الذي يراد لأبنائنا أن لا يروا الدنيا إلا من خلاله يقتضي أنه مدام سيدنا آدم عرف الخطأ دياله والله عز وجل اجتباه وألقى عليه كلماته وتاب عليه واصطفاه، الأصل أنه ما خصش تبقى ريحة المعصية على الأقل أمشي نقول قرون وألفيات. أرى لم يمضي وقت طويل على البشرية حتى عبدت الأصنام، ماشي حتى عصت الله، حتى عبدت الأصنام. وقبل ذلك بكثير لم يمضي ردح من الزمن حتى قام الناس بإحدى أكبر الخطايا على وجه الأرض وهي قضية القتل بسبب الحسد. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم بعد ذلك قال فطوعت له نفسه، يعني صار هذا الأمر صارت نفسه طيعة للقيام بجريمة، فطوعت له نفسه قتل أخيه ما تسناش بزاف فقتله ماشي بقى تيدي ويجيب وخصنا بزاف وجلس وتسنى وربما ما نديرش أنا خلي ولادي، لا 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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذا راه لم يرى قبل شخصا يقتل شخصا. من جات هذه المسألة؟ هذه إنما هي بواعث الشر الموجودة في داخلنا، إذا لم تجد كوابح وجوامح لتضبطها لا يمكن أن تتخيل أنواع الفجور التي يمكن أن يقدم عليها الإنسان. ربما في زمن قد مضى قد كان يصعب على الناس أن يتخيلوا ما يمكن أن يفعله الإنسان من الشر، لكن بالنسبة لنا احنا الآن في زمننا هذا ما عاد أمرا غريبا علينا.